هذه المدارس كما يلي. في القاهرة عندنا 12 مدرسة، وزي ما انتم شايفين تقريبا معظم المدارس اللي احنا كلمناكم عليها، جنى دار، الرضوان، المساعي الحميدة، مدرسة الياسر، المنارة، امجاد الخاصة للغات، بداية، الحياة، مدرسة منارة الفاروق، الاندلس، عبير الاسلامية، ابو زهرة الاسلامية، المقطم للغات. محافظة الجيزة فيها طلائع المستقبل، الاصدقاء، الفضل الحديثة، الزهراء الخاصة، العلا جاردن، زهراء الاندلس، دار حنان، وليها فرعين، فضل للغات، منابع العلوم والتربيه. القليوبيه فيها مدرستين. طيب خلي بس اللي يكون خليني اقرا بقيه المدارس. القليوبيه مدرستي الفتح، جيل المستقبل، الشرقيه فيها انوار الحرمين الخاصه، هي الثانوية الخاصة، المصرية الإنجليزية، القومية الخاصة، المنارة الإسلامية. الغربية فيها فيها 7 مدارس للجيل المسلم. محافظة سوهاج فيها مدرستين، الدعوة الإسلامية بنين وبنات، مدرسة الزهور. محافظة بني سويف فيها 4 مدارس، الدعوة بنين وبنات، ومدرسة الأوائل. أسيوط فيها مدرستي دار حراء الإسلامية، ومدرسة الأندلس الإسلامية. الإسكندرية فيها مدارس، المدينة المنورة للتعليم الأساسي، المدينة المنورة للثانوي، زهرة المدائن، أجيال، شمس العلا، رؤية، التربية الحديثة.